الواحد ماشي البارح هاد اليوم هي في الدار نورمال دراري كبار الله يبارك طفله بنتي شت بنتي على الاقل راه في 19 20 تقريبا 18 20 هذيك يا خويا راني نسمع في ثلاث هضرات قولي يقولوا بالموس بالموس انا نصدق الا بالحبل مستحيل كيفاه مرا مرا والراجل الراجل يقدر يطيب قلت لهم كل واحد ما يزهق يعني الرسمي تلقاه عنده عند تلقي اول نداء بوجود ضحايا في منطقه ولاد صابر تم تدخل الوحده بواسطه اسعافاتنا ثلاث سيارات اسعاف وشاحنه مذخه وخزان للوصول الى عين المكان وتم العثور على اربع ضحايا ضحيتين من جنس ذكر وضحيتين من جنس انثى الاعمار بالنسبه للذكور تتراوح بين 14 و 16 سنة وبالنسبة لي وهناك ضحية أنثى حوالي 17 سنة وبالنسبة للضحية الثانية الأنثى العمر يتراوح بين 40 و 42 سنة.